يعطيكم العافية وأهلا وسهلا فيكم في الحلقة الثالثة من الحلقة الثانية من السيزون الثالث بلاك ميرور. هنحكي اليوم عن الحلقة اسمها بلاي تيست، تجربة اللعب. القصة وما فيها انه بكون في واحد بحب الترحال، للأسف بسافر كتير، للأسف الكريدت كارد او الكارد تبعته تبعت البنك بتنضرب، فبضطر انه يعمل شغل somewhere، بدور على شغل بحيث انه يقدر يعيش في البلد اللي هو انقطع فيها. بلاقي شغل عن طريق جريدة انه ناس في شركة بدها ناس تلعب لعبة ويجربوا عليهم هذه اللعبة. اللعبة سهلة جدا، بدخل على بروح على المكان تبع اللعب اللي هو هذا المكان، باخذوا منه كل الأجهزة الإلكترونية وبحاولوا انه يحطوا له زي جهاز بسيط في الدماغ، وهذا الجهاز هو قاعد بصير بنام، وهو في نام بصير يلعب هاي اللعبة وهم بشوفوا شو بلعب، فبيقدروا يطوروا اللعبة بحيث انها تكون حقيقية قدر الاستطاعة. زي ما انتم شايفين هي عم بتحط له الان الجهاز بسيط جدا حوالين الرأس زي طوق، وهذا بيعملوا له اياه، حكيت لكم حطوا لهم شغله بس زي مغناطيس، والان بدخل في اللعبه الافتراضيه. طبعا القصه كثير غريبه هيك، لكن اتوقع انه راح يصير هذا الشيء، انك انت وجالس تصير تستطيع انك تلعب وتشوف شغلات ما شفتها في حياتك. طبعا القصه انه بياخذوه على بيت مهجور، وهون بتبدا اللعبه، بصير يتهيأ له شغلات في البيت هذا، هتشوفوا هلا مثلا شغلات بتطلع له، هو مقتنع انه هاي اللعبة زي ما انت شايف هون، هي بصوروه قاعدين كيف داخل، اعتقد هون لما بشوف العنكبوت زي ما انت شايفين هون شاف شخص، لكن هذا الشخص هو مش حقيقي، هو افتراضي زي ما بتشوفوا، بس عشان يخوفوه يشوفوا قديش الأدرينالين رح يوصل عنده، قديش بيكون عنده قدرة على التحمل الإنسان. يعني هون هو تيست طبعا عشان يشوفوا قديش الإنسان عنده قدرة على التحمل. فش إشي فعليا، شايفين كيف؟ فهو عبارة عن تخيل من واقع من دماغه. هون انه شاف زي عنكبوت هيك بطريقة زي ما انت شايف، وهو مقتنع انه هذا اشي مش حقيقي. طبعا بترجع القصة بتكمل انه بتدخل صديقته اللي تعرف عليها وبتحاول انها تقتله، هو بقتلها طبعا، لكن تطلع برضه من عقله الباطني، من افتراضه الباطني. هون بحاول انه يطلع من المود هذا، لكن وبصير يطلب منهم انه يطلعوه. طبعا لحد هلا ما في اي شيء، لكن هنا القصة انه هم طلع الموضوع على الكنترول تبعهم، ما قدروا يتحكموا في المشاعر تبعته، وللأسف طبعا بصير عنده زي خلل في الدماغ، وطبعا بحاول انه حتى هذا الموقف بقولوا له اقتله، لكن هو في الحقيقة هو برضه لسه داخل اللعبة زي ما انت شايف، داخل اللعبة، وهون بتنتهي اللعبة. سحبوا الجهاز هذا وطلع حتى التيست تبعهم طلع خارج الكنترول اللي كانوا متوقعينه. فالقصة يعني غريبة جدا. هل تتوقعوا انه في القرن الحالي هذا نصل لانه نعمل العاب واحنا جالسين في البيت بس هيك، ونصير احنا اللي نخترع العالم الافتراضي؟ يعني مش انه لعبة او فعليا لعبة حقيقية مبرمجة، لا، هي اللي برمجة الخارج القصر او المكان اللي انت حتدخله، ولكن اللي حتشوفهم، الاشخاص اللي حتشوفهم اللي حتلعب معهم راح يكونوا فعليا من خيالك الباطني.
طبعا هون بيرجع عند اهله وعشان يشوف امه، لانه بتكون هي القصه عن امه. قصه يعني فيها تفكير، فيها غريبه شويه. انا اتوقع انه هذا الحكي رح يصل قريبا حنشوفه، لكن زي ما انت شايف القصه حتى هنا لم تنتهي. طلع حتى سفره ونهايه لعبته جزء من اللعبه. المهم ليش احرق لكم المسلسل، ليش احرق لكم الحلقه، لكن الحلقه ممتعه جدا وبتخلينا نفكر بكثير اسئله. خليكم معنا في الحلقات القادمه وان شاء الله تكونوا استمتعتوا في هاي الحلقه. اذا ما حضرتوا الحلقات السابقه ارجعوا لها راح تستمتعوا فيها. سلام. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.